طيب هنالك بدع يفعلها بعض الناس عند الاحتضار، وهذه بعضها: اعتقاد أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي أو نصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية نقلا عن السيوطي: لم يرد ذلك، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعرض الأديان على العبد عند الموت ليس عاما لكل أحد. يعني ما هو كل واحد، يعني لو كان هذا يحصل فلا يحصل لكل أحد. قال: ولا هو أيضا منفي عن كل أحد، بل من الناس من لا تعرض عليه الأديان، ومنهم من تعرض عليه. إذن قضية مثلا، يعني مثلا أن يأتيه الشيطان فيقول له: مت على اليهودية، مت على النصرانية، مت على البوذية، مت على كذا، مت على، لا يحصل لكل أحد بالتأكيد. من الناس من لا يجرؤ الشيطان أن يفعل بهم هذا، لدينهم وعبادتهم وحسن توحيدهم وعقيدتهم الصحيحة، لا يجرؤ الشيطان عليه. ولكن لا ينفع عن كل أحد، قد يحصل لبعض الناس. قال شيخ الإسلام: وذلك كله من فتنة المحيا التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ في صلاتنا منها، ووقت الموت يكون الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم. وذكر ابن كثير رحمه الله عن صالح بن الإمام أحمد في كتاب بداية والنهاية أنه قال: حين احتضر أبي جعل يكثر أن يقول: لا بعد لا بعد، فقلت: يا أبت، ما هذه اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة؟ فقال: يا بني، إن إبليس واقف في زاوية البيت وهو عاض على أصبعه، وهو يقول: فتني أحمد، فتني يا أحمد، فأقول: لا بعد لا بعد. يعني لم آمن على نفسي حتى الآن لأني لم أمت بعد. ولكن هذه الحكاية قد نفاها بعض المحققين، وقال إن لا تثبت عن الإمام أحمد رحمه الله. على أي حال، ما دامت الروح في البدن لم تخرج بعد، فكل شيء وارد محتمل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: أي ربي، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواه أحمد وحسنه الألباني. إذن هذا الحديث، لاحظ، قال إبليس: أي ربي، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. إذن محاولات إبليس لا تنتهي حتى تخرج الروح، فهو يحاول حتى اللحظات الأخيرة أن يموت العبد على غير ملة الإسلام، على غير التوحيد، يحاول. فمعنى ذلك أن من فتنة المحيا محاولات إبليس، محاولات اللحظة الأخيرة أن يخرج هذا العبد من هذه الدنيا على غير الإسلام، أو وهو يشك، يعني يحاول. فهنا يكون دور الحاضرين حول الميت مهم في تثبيته. وكذلك دين الإنسان هو الذي ينفعه أصلاً، فتوحيده وحسن ظن بالله وصحة عقيدته هي التي تنفع في هذا الموضع، صلته بربه وعبادته له. من البدع وضع المصحف عند رأس المحتضر. بعض الناس يظن أن وضع المصحف ينفع المحتضر، وهذا لم يرد. وما فائدة وضع الأوراق عند رأسه؟ قلنا يقرأ عليه ياسين عند موته، عند خروج الروح، وهي تسهل خروج الروح. أما وضع المصحف عند رأسه ما ثبت أن له نفعا. وكذلك مما يفعله بعض العامة إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده، فيقال: مرة حاضر أخرجي أنت، اطلعي برا، والنفساء. وهذا أيضا لا دليل عليه.
ويعتقد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه، وهذا أيضا لا دليل عليه، وهذا من عالم الغيب، فكيف تعرف وتجزم بأن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه؟ وأيضا من البدع وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في الفتاوى: لا أعلم له أصلا يرجع إليه. وكذلك من البدع الأذان في أذنه، وممن نص على بدعيتها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه.